استاذ محمود من المنوفيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟ الحمد لله يا فندم. احنا شاكرين مجهودك الرائع العفو. والله العظيم في مساعده ناس ملهاش حد. الحمد لله. العفو يا فندم. الله يبارك لك. الله يبارك لك حضرتك. انا عندي اقتراح وعندي مشكله عايز اعرضها لحضرتك. اتفضل يا فندم. الاقتراح يا ريت يكون مثلا في صفحه للواتساب لو في مشكله او في صور لشيء مخالف او شيء بيضر الزراعه او بيضر البيئه او كده نقدر نصور ونبعتها لحضرتك تبقى عارف حضرتك المشكله صوت وصوره. عينيا. دلوقتي حالا استاذ احمد هديك رقم للواتساب وهنقوله بعد كده على الشاشه. اي مشكله عايزين تبعتوها للبرنامج هتبقى من خلال هذا الرقم. تمام. متشكر يا فندم. عينيا. المشكله ان احنا عندنا فيه ترعه العطف موصله لمروه ثانيه اسمها الزياته. المروه دي منزله لمروه ثانيه اسمها مؤاسم. ده في مركز مؤاسم ايه؟ دي بركه. هي الزمام ده كله شبين الكوم. طب حضرتك دخلت من ترعه للزيات لام قاسم ولسه هتكمل يعني رحله طويله. حوالي كيلو. انا على بعد كيلو او كيلو ونص من ترعه العطف اللي هي ترعه رئيسيه. طيب حضرتك. انت المشكله بتاعتك قولها لي بسرعه. المشكله بتاعتي في الزباله القمامه. واحنا خد بال حضرتك احنا مش داخلين قريه. لا ده هما مجموعه بيوت في قلب الاراضي الزراعيه هما اللي متسببين. يعني هي مش قريه ده شويه بيوت كده. لا لا حضرتك احنا في الغيطان تماما. شويه بيوت معروفين في الثوره والحاجات دي. حاضر بشكر حضرتك. شويه بيوت معروفين قال لي الترعه دي مش بتمر في زمام قريه ولا ما بين بيوت ولا حاجه. ده هو كام بيت معروفين. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعض الزراعه مباشره.